اهلا وسهلا متتبعاتي، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وكذلك البنات. النتيجة ديال الريجيم ديالنا تكون بانت عليكم، لاننا دوزنا اليوم السادس اي سالينا الريجيم، واليوم السابع كيكون عبارة عن يوم مفتوح. علاش البنات كناخذ هذا اليوم مفتوح؟ حيت لان معدل الحرق من اليوم الاول وغادي وكينزل، اذا كنوقفوا واحد النهار كنديروا واحد البريك باش كنقدروا نبداو ريجيم اخر ونبداو بنفس مستوى الحرق. يعني دائما بقاو نحرقوا بنفس السرعه وكنضعفوا البنات اكثر. بالنسبه البنات اليوم كيصادف في نفس الوقت كيصادف عيد الام، كنبغي نوجه من هذا المنبر عيد مبارك لجميع الامهات، الله يخلي لهم صحيحتهم ويخليهم لوليداتهم، وكذلك البنات بالنسبه للام ديالو المتوفيه الله يرحمها ويوسع عليها ضيقات القبور. اذا البنات خليكم معايا باش تشوفوا الروتين ديالي اليوم بالنسبه لليوم المفتوح وكذلك بالنسبه لعيد الام. كذلك البنات بغيت نشير لواحد الحاجه، بان من بعد اليوم المفتوح غنبدا مباشره الريجيم ديالي الثاني اللي هو عباره على ريجيم ديال البروتينات. هذا الريجيم البنات اون فوا غنسالي عاد غنحطو لكم. علاش؟ لان هذا الريجيم هذا غندير فيه غير حلقه واحده، ولو هو غتكون المده ديالو 6 ايام زائد اليوم المفتوح، الا انا غادي نطبق لكم غير في حلقه. علاش؟ حيت المكونات ديالو متشابهه وتقريبا نفس الكميات نفس المكونات نفس كل شيء، اذا لا داعي باش ندير سلسله فحال هذا. غندير لكم حلقه واحده شامله مشروحه مزيان باش تطبقوها ان شاء الله وتبان لكم النتيجه. وعلى فكره بالنسبه لهذا الريجيم ديال البروتينات نتيجته حتى هي مضمونه، كتنقص ما بين 4 حتى 5 كيلو الا تبعتوه بالحرف الواحد وصبرتوا البنات. خليكم معايا باش تدوزوا معايا الروتين ديالي اليوم ونتلاقاو البنات باش تشوفوا معايا الفطور. بالنسبه للفطور البنات كيف ما شفتوا من بدايه الفيديو ما استغنيتش على الديتوكس، ولات عندي عاده سورتو اليوم صباح شويه الصهد وداك لو ديتوكس بارد في الثلاجه. دوك خرجت البنات وشربت كاس مباشره، حضرت الفطور ما ساينت لا وقت لا والو. دونك البنات الا شفتوا هنايا الكميه ديال الطاس زدت فيها غير وحيده. كذلك البنات كنت غادي ندهن الفخوماج ولكن الصراحه ما تشهيتوش، وكذلك المذاق ديال هاد اليوغورت عجبني بزاف مع زويته بلديه في ليطوس، صراحه كيجي بنينه البنات، بغيتكم تجربوه وتردوا عليا. كذلك البنات غادي نزيد عليه شويه الاضافات اللي هما عباره على بذور شيا، وكذلك نشوف نقدر نزيد عليه الزعتر. المهم هانتوما معايا حتى تشوفوا تتمه الفيديو. بالنسبه للمشروب البنات خديت درت هنايا ليبتون غير باش نخرج شويه على داك الروتين ديال اتاي الاخضر العادي ديالنا. بالصحه والراحه البنات فطوركم، نتمنى انه يكون عجبكم. كيف ما كنذكرت قدو تفطروا باش ما بغيتوا، بقاو معايا باش تشوفوا تتمه الروتين. هنا البنات جات وقيته ديال الغداء، كيف ما شفتوا غنتغدى غداهم طيبوا الحوت مع خضيره وكذلك شلاضه ديال الخيار ومطيشه. الفرق اللي عندي عليهم البنات هو انني عجنت بخميره ديال الطحين ديال الشعير، وهداك الشعير البنات كامل خديته من الطاحونه بالنخاله ديالو. الصراحه المذاق ديالو زوين، يعني ما كاينش شي فرق بينه وبين الخبز العادي، غير هو زايد عليه في لوكو بنين عليه. اللي نذكر البنات انكم تركزوا شويه على النشويات في الغداء باش الدات ديالنا كيتختل داك التوازن ديالها في معدل الحرق. تبعوا معايا البنات تتمه الفيديو باش تشوفوا باقي اليوم. كيف ما قلت لكم البنات اليوم هو يوم الاحد كيصادف عيد الام، غادي نخرج البنات عندي شي تقضيه خصني نجيبها من السوبر مارشي، خصني بزاف ديال المكونات اللي ما عنديش في الدار ديال ريجيم البروتينات عاد غادي نتقداها. وكذلك البنات نفس الفرصه غادي ناخذ كاطو للوالده باش نحتفلوا بها، لانني جيت بغيت نصايب شي حاجه ما لقيتش عندي والو في الدار الصراحه، حتى حاجه في المكونات. دابا مع الحجر قليل فين كنخرج نتقدى ولا شي حاجه، وبليطور ما خرجتش كاع، راه خرجت تقريبا مره واحده تقديت هي اليوم، و شي جوج مرات كنت مشيت فيهم غير للطبيب وصافي. المهم البنات هنا كنت يلا رجعت من السوبر مارشي، جبت البنات لقيت واحد الكاطو بالشوكولا، ولكن الصراحه ما عمرش ليا عيني بزاف. المهم غير خديناه باش نقادوه وصافي. خديت البنات معايا حتى شويه ديال اوريو واحد البسكوي سيجار، وخديت باش نقاد ليها ديكور اخر نجي بحال شي طاغ ديال اوريو. هانتوما معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال لاطارت.
هنا البنات، عندي هاد الريحه هذه ديال اوريفلام، كنت خديتها قبل ما يبدا الكونفينمون، مازال ما بديتهاش، باقا جديده حيت ما عنديش ما نعطي لماما، دونك غادي نعطيها هاد البارفان هذا. ريحته البنات زوينه زوينه بزاف بصراحه، ننصحكم بها، زعما زوينه ريحتها. صافي البنات، غنوجد ليها الهديه ديالها كما كتشوفوا، غنوجد ليها الهديه ديالها. لو جيست البنات كي كونط، يعني اللي عندكم حتى حاجه ما تبخلوا بها على والديكم. صافي البنات، عند كان عندي هاد لو ساك هذا، صافي ها هو الكادو ديالو واجد. سلام بنات، انا رجعت لكم دابا، خليتهم في الدار تحت، قلت لي ماما اجي تعشى، قلت لها ما في ما يتعشى، قلت لها انا غادي نطلع دابا نعس، هما هي خليتها تعشى وانا طلعت بالزربه البنات، لبست عليها غير كتيبه بالزربه، و حتى هي الحلوه جبتها من الثلاجه. المهم ديكور على قد الحلو داكشي، انا دابا غادي نهبط عندها. البنات انا دخلت دابا الصاله، حطيت لاطارت هنايا وسميتو الكادو ديال ماما، دابا هما في الكوزينه كيتعشاو، غادي ندير لا اغنيه ديال عيد الام ونشوف واش غتجي راسها، ما كانش غتجي، غنقلب على شي طريقه باش نجيبها الصاله بلا ما تعيق. البنات انا راني مخدمه موسيقى هنا في التلفازه، طافيه الضو، كنسينه تخرج من الكوزينه زعما تقول راه صداع ولا شي حاجه، علاش طارقين الموسيقى ما جاتش، تجي تشوف الواقع، ساعه باقا ما جاتش. هو زين نتوما البنات، لاطارت العجيبة اللي درت، اللي رهنت وكادو، كنسينا تجي الكوزينة، الصراحة فاش كتلقى شي مفاجأة كتكون صعيبة، شنو قلتي لها شي حاجة؟ تخلعت حبيبي قلتي لها شي حاجة؟ شنو مايضة ولا مزقات؟ باقا قاصة. شنو نديرو باش نجيبوها؟ موسيقى غمس مامك باش تخليها تجي انت هو جالس في الكوزين. ايا 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 تفاجئتيش ها؟ عادي، ولكن المفاجأة ديالك بنتي ليا ما تفاجئتيش. واعرة عندك هذه الواليد، يلا اجي اجي عليك. اش علينا اختي الضو؟ يلا سير، يلا سير، نوضي نوضي سي محمد. فيق انا الوليده كي جاتك المفاجاه، زين المفاجاه كل حال بزاف ماشي شويه، تقلبتي ولا تقلبتيش؟ شويه الصحه والراحه كل عام، الله يعطيك الصحه بخير. انت كل عام تكوني ناشطه وفرحانه ومحققه اللي بغيتي في خاطرك. امين امين وصحيحه و... اوه كومبيني جولي. شمي بعدا واش تعجبك ولا لا؟ بالنسبه ليا البنات، انا خديت معاهم غير عصير، واخا اليوم نهار الفري ديالي ديال الريجيم، ما كاينش ريجيم اليوم، ولكن ما الصراحه ما مشهيش حلوه داكشي وما بغيتش ناكل منها، شرب غير عصير نديرو معاهم الباروك، عصير ناشي غير غير فخيز والليمون. وانا البنات غنكون ساليت الفلوق ديالي كيف ما قلت لكم، اليوم نهار ماشي ديال الريجيم، يعني ماكليش زعما شي حاجه نورمالمون اللي دير الريجيم، ولكن هكاك بقيت محافظه على النظام الغذائي، يعني الصباح كليت غير لي توست كيف ما شفتو، الغداء اللي تغديت معاهم، ودابا العشاء ما قديتش الصراحه، وما داير لي بات ما غاديش ناكل معاهم لي بات، لان اصلا الليل بلا ريجيم والليل.
غادي كتب غناخد غير دانون سوز ساعه ملي شربت العصير صافي بركه عليا. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوني ولا شير الا كنتو جداد، كذلك تفعلوا زر الجرس، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.